et se sent-elle là où elle est. Elle n'a pas laissé de côté. هائشة شنهار ارتأت الجمعية ديالنا الجمعية الطبية لإعادة ضحايا العنف وسوء المعاملة في إطار توسيع المجال الشغال ديالها اللي كانت في واحد الوقت كتشتغل ومازال تشتغل فيما يخص العنف ديال سنوات الرصاص، ولكن توسعنا باش نهتموا بمجالات أخرى، مجال ديال العنف ضد النساء، عنف ضد الأطفال، وكذلك مواضيع أخرى بما يخص التحسيس. وهذا الملف ديال المرحومة شنا هي من المناضلين المعروفين اللي ناضلوا بالغالي وبالنفيس في ما يخص واحد الملف اللي عنده خصوصية وحساسية خاصة، واللي استطاعت في الحياة ديالها كلها باش تشتغل في إطاره واشتغلت ونجحت في العمل ديالها وتمكنت باش تساعد دوك النساء أو المرأة العازبة باش تجاوز ديك المعاناة اللي صعبة وخطيرة، واللي كنتمناو أنه في المستقبل هذا العمل ديالها يشوف استمرارية وتجي أجيال أخرى اللي تشتغل في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى فيما يخص كل المسائل اللي مرتبطة بالعنف كما قلت وسوء المعاملة وملفات مختلفة. المكانة ديال المرحومة شنا خلات بلاصة كبيرة، هذا الشيء ما نقدوش نقولوا العكس، لأنه تجربة ديالها طويلة وتجربة ديالها دازت واحد المراحل اللي المغرب عرفت زعما واحد التطورات ماشي سهلة فيما يخص المجال ديال انفتاح الديمقراطية، انفتاح الملفات حساسة ديال كما قلت بالخصوص هذا الموضوع ديال اللي كتشتغل عليه، وكتشجع عندها شجاعة قوية، ولكن عندنا الأمل وعندنا الثقة بأنها غادي تترك وراءها زعما النساء اللي غيمكن يستمروا في نفس النهج. هذه مبادرة جميلة بزاف بحال كتبرد علينا شوية، لأن يعني عائشة شنا مازال محبوبة وعايشة في قلوبنا وقلوب هاد الجمعيات اللي داروا هاد المبادرة. سا نوزا فريمون توشي، الحمد لله. الخدمة ديالها ما مشاتش هكذاك، وكيف ما هي كانت كتحب الناس كانوا كيحبوها، الحمد لله. الله يرحمها في هذا النهار وهي مازال معانا، كيبادروها بزاف ديال الحب هذه، وهذاك الشيء اللي كان كيعطيها القوه، حيت داك الشيء فاش كانت خدامه هي هذاك المشكله اللي كانت كتواجهها ماشي سهله. انا كنت كنشوف الوالده ديالي فاش كتدخل الدار ديما كانت باكيه، فاش كنا صغار ما كناش كنعرفوا الوالده ديالنا علاش كتبكي، لان كانت كتدخل بالمشاكل، وشفناها فاش دارت دوك الانهيار عصبي كانت كتشوف بزاف ديال المشاكل. من بعد عاد ولينا كنعرفوا علاش داك هذاك الانهيار وعلاش هذاك الحزن اللي كان في عينيها، وفاش كتدخل للدار كتبقى تبكي، عاد فهمناه. وهو في نفس حيت حنا صغار تواجهنا مع ديك الحقيقه، هي راه حقيقه مره ولكن حقيقه كاينه ما يمكن ليناش نتعاماوها، ولكن حنا شخصيا ولادها قواتنا، وماما علمت فينا ان ديما الواحد يدير يدو على قلبه ويكون كنت انا في هذيك البلاصه، وعلمتنا كيفاش الاحترام والهوميليتي و لو بارطاج سافوار بارطاجي. الواحد خصو اي حاجه تضحكه راه هي تبارطاج، اي حاجه الحاجه الزوينه يفو لا بارطاجي، يفو بارطاجي دلامور، يفو بارطاجي لوميليتي، بوكو دو شوز يفو بارطاجي دون لا في.